في اليوم 31 من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا وتهديد موسكو باستخدام السلاح النووي، روسيا تلوح باقتحام 5 مدن محاصرة، فيما أعلنت تركيزها على استكمال السيطرة على مدينة دونباس. كما نقلت روسيا وحدات إضافية إلى أوكرانيا، فيما شنت هجمات جديدة بمناطق دونستك ولوغانسك وخاركييف وإلى مدينة سلافو تيتش، فقد سيطرت القوات الروسية عليها حيث يقيم بها العاملون في محطة تشيرنبول النووية. بدورها أعلنت سلطات أوديسيا إفشالها إنزالا بحريا لقوات روسية استخدمت قوارب سريعة عند شواطئها كما نلاحظ. والآن نترككم مع أهم المقاطع المصورة من المدن التي شهدت تطورات ميدانية.